معي. عطنا عطنا ابو حسين عطنا. في لما تسهل تقول نقدر نشوف ناصر القصبي بمسلسل مع طارق العلي؟ يعني انا يا ريت، لانه انا طارق العلي يعني حكايته حكايه. طارق يعني طارق من من اظرف الكوميديانات اللي موجوده في الخليج، يعني عنده قدره هادئه بس يعني يركض شوي، يركض عشان نشوف جماله بشكل جميل. يعني يركض بمعنى يعني بانه يلملم شوي النص، يلملم شوي النص. يعني هو كله على بعضه مهضوم، بس لو يتحط له نص جميل حيطلع يعني بلدوزر كاسح ما له حل. بلدوزر كاسح ما له حل. انا شكلي بلدوزر. اول شيء استاذ ناصر القصبي اسمح لي احيي كلنا نوقف لابو ركان، الساحل ابو ركان وزملاء اللي شاركوا في سيلفي، اشكرهم على نجاحهم الجميل وجراءتهم ايضا، ويمكن ياو بفتره فعلا عصيبه. نعم. وانا اعتقد ان هذا اللي سووه ايضا مو شيء سهل، وعرضوا انفسهم وحياتهم للخطر. فانا احييك استاذ ناصر واحيي الاخوان في الام بي سي والجماعه على ايضا هذا دور الفنان. بس في نقطة مهمة جدا، يعني انا بعد مو بتفضل ولا يمكن احنا كلنا نقدم مثل هالالوان، بس كل شيء لو يمكن طاش ما طاش. يمكن استاذ ناصر هم لعب ادوار جميلة وناقش قضايا، انا في وسع صدري وطول بالك. ناصر القصبي من الشخصيات اللي استمتع منها واحبه واتحرش فيه، هو يا عبد الله السدحان، وعندنا لزمة لو شفنا بعض اقول انت في ذا، يقول لي لا في ذا اياك. ها يعني، وانا اقول هجدام الجمهور وعشان جمهور والله سعودي عشان يجوني مراسلات والله انك كفو، الا ان ناصر القصبي وعبد الله السدحان اوجه له تحيه ايضا، الا ان ناصر القصبي لما تكلم هذا الكلام يريد مصلحتي وله رؤيه ايضا، وهو فنان، يمكن احنا فنانين بيننا هالكلام. انا اعرف حسن نيته وعمره، يعني لو انا احس 1% انه من وراء الكلام اللي يقوله شيء مو زين ابزعل، لكن انا ضحكني اول ما شفت الفيديو ضحكت. الناس في ناس يقول صدق، يمكن حضرتك ويمكن سويت حركه حلوه يوم تقول شلون يعني يركض، يمكن في ناس عندهم مصطلح يركض انه سوري بهالكلمه خبل متكانه رقله لا ساعات انت، انا بس قلت مصطلح اركد، هي الركاده ساعات التفكير والتعقل. ونوعدك يا ابو راكان نشوف لنا نص ايضا، ومو مقصر اخوي عيسى يعني قاعد نشوف، لكن انا اوجه له تحيه وكلامه عسل على قلبي، وثقوا تماما ان هذا راح يطبق الكلام اللي قاله، بس مو كبولدوزر وهذا، الا ان انا في المسرح ما قاعد راحه احب شغلي اموت عليه. نعم. فشكرا عبد اخوي ناصر،